الو، ايه هاي فادي، كيفك؟ تمام. انا بمصر، لا في شيء. اف لان انا من وقت ما بقى حكيتك. طيب احكي امك اسألها عنا. ايه كيف يعني ما حدا عم برد؟ طيب خلص خلص، لا لا لا، اكيد اكيد ما في شيء. هلا انا بشوف القصه وبحكيك. ايه حبيبي، لك لا يا عمي، خلص ولو. طيب اوكي حبوب، يلا باي باي. ايه الاخبار؟ مالك مبلم كده ليه؟ مفيش حبة مشاكل في الشغل. اخبار نوع ايه؟ كلمت معاها النهارده الصبح وقالت لك ايه؟ قالت لي ايه حكايه نايم؟ ما كلمتنيش عنها ليه قبل كده؟ ما هو اما بالواجب وزياده اهو، اكلمك عنها ليه؟ سليم من فضلك، انا حابة نكون واضحين مع بعض من البداية، مش حابة اتفاجئ بعد كده. مفاجئة ايه؟ زي اي شاب في العالم، حبيت واحدة وعجبت بيها ومحصلش نصيب. مش اول مرة تحصل، بتحصل كل يوم. يعني انا مش كوبري؟ كوبري؟ انا عايز اتجوزك يا بنت. وانا موافقة. طب وقابلتك نوع هتعملي فيها ايه؟ توافق بقى على مهلها؟ يعني هتقعدي معايا في الأقصر؟ أمري لله، الجواز عايز تضحية حبيبي يا مضحي.